وشرف. نحكي لكم اليوم على نوع من النجاح اللي خليك عايش في ذاكرة شعب كامل وضمائرهم. نحكي لكم على درجة من الموهبة والإتقان تخلي اللي شاهد عملك يتخيل أنه بغاية البساطة. نحكي لكم على واحدة من السيدات اللي صنعت اسمها ومجدها بفضل موهبة خارقة للعادة واجتهاد مشهود به من عند كل من عرفها. نحكي لكم اليوم على زهرة فايزة. زهرة فايزة تولدت نهار 10 نوفمبر 1919، هي أصيلة مدينة الكاف وتحديداً مسرس، من دار كبيرة برشا وبوها من عيين البلاد وعائلتها ميسورة. اسمها الحقيقي زهرة بوغرين، بنت اللي كانوا يناديوه سيدي يوسف بوغرين. عام 1925 يتوفى والدها، وقتها كان عمرها 6 سنين، الحاجة اللي اضطرت الوالدة متاحة السيدة خديجة بنت سيدي علي الشريف تهزها هي واخواتها للعاصمة، تحديداً نهج الباشا. غادي من التحقت بالرشيدية، بدايتها كانت في الغناء وكانوا برشا يقارنوها بالمرحومة صليحة، لكن هي مهجتها ميلة للتمثيل، الشيء اللي خليها تلتحق باتحاد المسرح. أول دور في حياتها كان في أحدب الكنيسة لوبوسيو دو نوتردام، الدور اللي حللها الطريق وخليها تلتحق بالإذاعة. بدأت تقدم كل نهار 4 في سكتشات بالعربية الفصحى اللي يكتبهم لها علي الدعاجي، كيما مجنون ليلى وألف ليلة وليلة. عام 53 تكونت فرقة مدينة تونس، وزهرة فايزة كانت من أول الفنانين اللي التحقوا بالفرقة. شاركت في عدة مسرحيات كيما الحياة حلم، عطيل، ولويس التاسع وغيرهم. بعد راديو المسرح تدخل للتلفزة، وكان أول لقاء لها مع جمهور الشاشة الصغيرة في برنامج أسرة سعيدة. النجاح الباهر كان في رمضان 1968 من خلال سلسلة أمي تراكي اللي التوى ما زالت في ذاكرة التوانسة. خفت روحها كبيرة ميزتها، خلتها تدخل لقلوب الناس، الحاجة اللي نجحت وخلت السلسلة تولي مشهورة في كل بقعة، وخلت المخرج يحولها الفيلم عام 1973. هي أول سلسلة هزلية كوميدية عرفتها التلفزة التونسية. أمي تراكي زهرة فايزة ما اقتصرتش على التمثيل كهو، في السبعينات ولات مقدمة برامج زادة. كانت ما تخافش من التجارب الجديدة، مقدامة وشجاعة، وخاصة محبة للفن، فنانة عصامية التكوين، لكنها أبدعت ووصلت للعالمية. زهرة فايزة عام 58 تحصد جائزة مع فريق عمل فيلم جحا في واحد من أهم وأعرق المهرجانات في العالم، مهرجان كان. هي واحدة من أبرع الممثلات التونسية، هي سغا بغناغ تونس كما سماها المسرحي المصري الكبير جورج أبيض، مسيرة تخليها واحدة من أهم رواد التمثيل والأعلام في بلادنا. زهرة فايزة غادرت عالمنا عام 1999. زهرة فايزة وإلا زهرة بوغرين صنعت اسم عاش وبش يقعد في الذاكرة الوطنية التونسية، هي اللي وهبت حياتها لفنها وجمهورها، والناس عمرها لا باش تنسى أثرها في دور شكل وجدانهم وخليهم ديما يقولوا أمي تراكي ناس ملاح. زهرة فايزة تستحق على كل ما قدمته وسام شرف. وسام شرف.